السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اموركم هنيه. هنا ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم العقده ديال اللوز. صراحه اللي كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، كتجي معلقه. اللي ما كتنجح ليهاش العقده ديال اللوز يعني تشوف هاد لا فيديو هادي وتتبعي الطريقه اللي غنعطيكم. بالنسبه هنايا عندي كيلو ديال اللوز، كيلو ديال اللوز البنات. هاد الماكينه هادي دابا اول مره غادي نحضر فيها العقده، الشهاده لله اقسم بالله الى خطيره خطيره. غير هي حاجه وحده اللي فيها انها ملي كتسخن كتطفى، ان فوا كتسخن شويه كتطفى راسها، واخا تعيا ما تطحني فيها يعني ما كتبغيش تخدم حتى كتبرد وعاد كتبقى تخدم عاوتاني. هما يعني مزيانه هاد القضيه هادي باش ما تحرقش. انا كانت عندي الاولى شي اللي تحرقات، واخا كانت كتسخن ما كانتش كتطفى، كنبقى هي سخونه وانا كنطحن، هي سخونه وانا كنطحن. هادي لا، غير كتسخن كتطفى راسها، هادي الحاجه الاولى. حاجه ثانيه تقولي كوثر منين خديتها؟ خديتها من لوكلير بخمسين اورو، راك تشاركت معكم في لا فيديو ملي مشيت ناخذها بخمسين اورو خديتها. صراحه زوينه مونينكس هادي، صدقات صراحه واعره، كتعلق اللوز فحال الماكينه الاولى تماما اللي كان عندي، وحسن شهاده لله في التهرميش اللي هما هرمش بها. نتوما تشوفوا اللوز اللي زينت به الكعبه، صراحه يعني جوج طحنات كتهرمش، بغيتيه مهرمش بزاف بغيتيه غليظ يعني انت كتحكمي فيها. هنا صافي باقا كنطحن هنايا اللوز كما كتشوفوا عندي كيلو. هنا كنطحنوا الطحنه الاولى البنات يعني بلا سكر بلا حتى شي حاجه، كتكون الطحنه الاولى بوحدها. هذه هي طريقتي انا في العقده اللي عمرها حشمتني مع كلياني وعمرها تزيتات ليا ولا حتى شي حاجه. غادي تشوفوني غنخدم بها الكعبه، غادي نخدم بها البريوات، انتما غادي تشوفوها العقده كيفاش كتجي معلكه وزوينه. هنا كملت الطحنه الاولى، دابا غادي ندير الطحنه الثانيه. هنا دابا تشوفوني غادي نعبر هنايا سنيده، عندي كما قلت لكم كيلو ديال اللوز. القاعده اش كتقول لينا ديال عقده اللوز؟ كيلو ديال اللوز كنطحنوا معاه نص كيلو سنيده، ونص كيلو ديال اللوز كنطحنوا معاه رابعه سنيده، وهي غدا هكا. درتي عاوتاني جوج كيلو ديال اللوز كطحني معاهم كيلو ديال سنيده. بالنسبه انا ما كنديرش سكر كلاصي، السكر كلاصي كيطلق لينا الماء. يعني كنطحن انا هاد اللوز كنطحنو بسنيده سنيده، وكندير فيه المسكه حره البنات، مسكه حره. عاوتاني عينكم ميزانكم، انتما تشوفوني شحال من حبه غادي ندير. مثلا كيلو هنايا درت فيه سبعه ديال الحبات كبارين ديال المسكه حره. عندك تمشيو كيلو مثلا ديروا فيه باكيه هذيك ديال المسكه حره، هذيك ديال المغرب. الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. الحاجه الا كثرتو منها بزاف بحال المسكه حره، الا كثرتو منها بزاف يعني كتقصح لكم هنايا العقده. هنا حتى كنخلط يعني ما كنطحنهاش انا بوحدها مع الطحين ولا مع السكر، عاد كنضيف على العقده، كنلوحها حبوب هنايا وكنطحن كلشي هنايا في الماكينه. كما قلت لكم الماكينه صراحه زوينه، راه واحد اللحظه تشوفوني كنقول لكم الماكينه راها زوينه البنات، كطحن من داكشي الرفيع كتهرمش يعني داكشي اللي بغيتي اللي كتقلبي عليه راه كاينه صراحه في هذه الماكينه. ماشي كولوبوغاسيون ما حتى شي حاجه انا مخلصها بفلوسي، ولكن انا ديما الحاجه ملي كتصدق يعني كنبغي نبارطاجيها معاكم. صافي هنايا دست كنطحن هنايا هذه الطحنه كما قلت لكم الثانيه. بالنسبه للطحنه الثالثه البنات كنديروا فيها قطيره ديال الماء زهر، داك الزهر هو اللي كيعلق لينا العقده. ولكن انا المورصو اللي كنت كنطحن فيه داك العقده الطحنه الثالثه ما لقيتوش عندي البنات، ما لقيتوش. واش ما صورتوش ولا انا ما شعلتش الكاميرا؟ المهم خاتكم ناسيه اشنو وقع. المهم المورصو كنقلب عليه ما لقيتوش. صافي هنايا يا ربي الحبيب جاتني الفاقه. كما قلت لكم غادي نكمل هنايا الطحين. هانتوما فهاد اللحظه غادي كتشوفوني كنقول لكم رانا زعما الماكينه راها غدا نيكل، غدا راه مزيان مزيان. المورسو ما كاينش، ولكن راه كاين عندي فيديوهات كيفاش كتحضروا العقده ديال اللوز. هنا البنات صافي من بعد ما وجدت العقده ديالي والله غير سمحوا لي، لقيت راسي ما كنتش كنصور ملي كنت كنطحن هنا العقده ديال اللوز الطحنه الثالثه اللي كندير فيها الزهر. مي غادي نخلي لكم الرابط العقده يعني صندوق الوصف باش هكا يعني تشوفوا كيفاش شحال كنت كندير ديال الزهر، تقريبا معلقه كبيره في كل طحنه. هانتوما باش كتعلق ليا هنايا العقده مزيان، هانتوما كتجي معلكه البنات. هنا دابا اشنو غادي ندير ليها؟ هنا دور الزبده غادي ندير تقريبا هنا شي ثلاثة د المعالق كبار ديال الزبده. ثم غير الاولى ثانيه
بالنسبة للزهر صافي ما كنعاودش نزيد، انا غير كنحيد داك البال الفوقاني. هنا عندي القرفة تقريبا واحد ربع معلقة صغيرة ديال القرفة، نزيد واحد شوية هكاك. المسكة الحرة فيه يعني راه العقدة يعني مقومة، هنا كندركها مزيان باش غادي نفرقها، حيت باقي هنايا غادي ندير في الجليكوز. بالنسبة للحلويات اللي كيدخلوا للفران كنديروا فيهم الجليكوز باش العقدة كتجينا معلقة، ولكن البريوات اللي كيتقلاو ما غاديش نضيف في العقدة الجليكوز. علاش؟ الجليكوز ملي كيتقلى كيقساح كيجمد لينا، يعني عكس ملي كيدخل غير الفران كيسخن وكيخرج القليل كيقصح لينا، هما العقده كنضيفو فيها الجليكوز باش كتجينا معلقه. ولكن بالنسبه للبريوات ما غاديش نضيف فيها الجليكوز، يعني غادي نعجن هاد الاجناب بالزبده والقرفه وندلكها مزيان ونقسمهم. اللي غادي ندير في الكعك مزارف غادي نضيف ليها شويه ديال هذا، شويه ديال الجليكوز، ولكن البريوات ما غاديش نضيف ليها. الماكينه البنات كطحن زوين، غير هي غادي نعطيكم واحد النصيحه لهاد المونينيكس هادي، انها ملي كتسخن كتطفى، يعني ضرب بها ثلاثه ديال الطحنات ديال اللوز كتطفى، كتسخن كتطفى، خاصك واحد المده ديال نص ساعه ولا اكثر، يعني عطلات لي شويه الوقت، يعني حتى كتبرد مزيان 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 عاد باش تعاودي تطحني بها، عاوتاني تطحني بها واحد جوج طحنات وكتسخن، يعني هذا هو الديفو اللي فيها. وما هي نفس الطحين، يعني ها نتوما العقده نتوما معلقه. هنا غادي تبانت ليا الزبده، خاصني نذوب شويه ديال الزبده، بانت ليا باقي خاصني نزيدها هنايا الزبيده. بالنسبه للزبده اللي كندير هذه البنات هي اللي كندير. هنا غادي نقول واحد الحاجه، البارح ملي حطيت لكم لا فيديو كنلقى بان كاين بزاف، ماشي بزاف جوج، ولكن وحده ديما كتكتب لي كومونتيرات مي هذوك ديريكتومون كنسوبريمو، غير كنشوف سميتها حيت عارفه كتبغيني عزيزه عليها بزاف، سبحان الله غير كنلوح فيديو كتمشي كتكتب كومونتير، واخا كتكتبي كومونتير خايب عارفه راسي عزيزه عليك، حيت كنت ما عزيزاش عليك ما غاديش تفرجي ليا في الفيديو ديالي، يعني شكرا لك انك كتفرجي وكتكتبي كومونتير، ولكن انا ما كنبغيش نخلي داك الكومونتير ديالك، يعني كندير لي سوبريمي في البلاصه. كتبت لي بان الزبده ماشي حلال وانتي ماشي مسلمه، اختي اختي ديها في سوق راسك، الا جينا نتبعوا الحلال والحرام يعني انا ما غاديش نتفكوا، ما غاديش نتفكوا، راه حنا ما نشريو حتى شي حاجه من المغازا، حتى الباكيت اللي كنشريوها من المغازا راه حرام، حتى دانون اللي كنشريوه حرام، حتى التيد اللي كنصبنوا به راه حرام، الا جيتو تتبعوا الحلال والحرام. الزبده مكتوبه فيها مارغارين كنشريها، كل واحد حر في راسه، اللي بغى ياكل الحرام الله يعاونو، اللي بغى ياكل الحلال الله يعاونو، انا راه كنقرا وكنشوف، باينين الحوايج اللي ما كيتشراوش راهم باينين، ولكن اختي حتى الزبده كنقرا انا لي زانغغيديون ديالها، حتى دانون انا نشدو كنقرا ليه، ولي غنقرا لي زانغغيديون ديال الزبده وديال دانون، نقرا حتى ديال التيد، نقرا ديال لافيسيل ديال ما انا غادي الشامبوان، خاصنا بزاف ديال الحوايج راهم ما خاصناش نشريوهم. حنا راه اختي راه عايشين هنايا في اوروبا كنقولوا بسم الله وكناكلوا، ولكن الحوايج اللي حرام راهم باينين، والحوايج اختي اللي حلال راهم باينين. كنتمنى اختي هذا الميساج يوصلكم، ولا حتى المارغارين وليتي تدخلي فيها راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا انت الزبده ديال الماكله ما خصناش نشريوها، هادي عا مارغارين كتقولوا عليها حرام، دونك حتى الزبده ديال الماكله ما خصناش نشريوها على هذا الحساب هذا. لا اله الا الله محمد رسول الله. غادي نضيف هنايا هانتوما درت هنا واحد جوج معلقات ديال الزبده. والبنات اللي سولتوني كوثر واش هاد الزبده نديرو بها الصابي، اختي راه نعجن بها الصابي، ورا هاد الفيديو ان شاء الله راه غادي نعجن بها الصابي. لاباط ها هي جبدت دابا صافي، العقده ها هي صافي، دابا الزبيده ما غاديش نضيفها، صافي العقده ها هي معلكه على مزيناتها. صافي هنا العقده ها نتوما البنات، يعني لعبي بها دابا
الجمون هلكه اللي ما كتستقل لكمش العقده ولا كتلق لكم الزيت، ها هي ما كتلق لا زيت، انتما لعبوا بها كيف ما بغيتوا. ها حربوا الكعبه بالعكس معلكه معلكه. هنا دابا غادي نقسمها هنايا في الميزان، النص غادي ندير به البريوات ما غاديش ندير فيه الجليكوز، والعقده اللي غندير بها الكعوزه غادي نضيف ليها معلقه الجليكوز. بالنسبه للجليكوز البنات انا كنجيبو من المغرب، يعني ما عارفاش انا فين كيتباع كنجيبو من المغرب. نقسم هذا الشيء هذا ونرجع معكم باش نديرو الكعبه ديالنا ان شاء الله. هنا البنات صافي دابا غادي ندوز نخدم معكم الكعبه، ها نتوما جات يا البنات الكعبه ديال القلب ديال زبرد القلب. صافي العجينه ديالي كنكون خرجها هنايا من الثلاجه، هنايا كنرشها البنات الطحين، ضروري انا العجينه كنرشها بالطحين هكا كنتفادى باش العجينه تلصق ليا هكاك في الرخامه ولا شي حاجه، كنرش الطحينه ديالي. هنا راه غادي ننتقل لكم الفيديو شويه باش تشوفوني الطريقه ديال الخدمه ديال الكعبه، ديجا مشاركاها معكم يعني ماشي مره ماشي جوج ماشي 10 الكعبه ديالي. اسمحوا لي عمرني بدلتها، عمرني بدلت لاباط، عمرني بدلت العقده ديالي، انا الحاجه انفو كتدخل يعني كنبقى لاصقه فيها كنبقى جاده فيها بيدي وسناني. كنقول لك اخوتي راه ما تبدل صاحبك غير بمكرف. العجينه كما قلت لكم واعره رطبه هشيشه، اللي ما كتصدق ليهاش الكعبه من اول مره يعني راه غادي تصدق لك ان شاء الله. يعني شوفي غير الطريقه اللي خدمت بها والنصائح اللي كنعطيك يعني راه غادي تصدق لك الكعبه ديالك يعني والعجينه والعقده من اول استعمال، كيف ما كنقول لكم من اول استعمال. هنا دابا غادي نخليكم تفرجوا هنايا في الكعبه ديالي كيفاش كنخدمها، يعني الطريقه من الاول حتى الاخر ان شاء الله.
هنا البنات صافي دابا من بعد ما كملت الكعبه ديالي ها نتوما رانا دست ثقبتها كامله وغادي ندوز باش غادي ندهنها. الكعبه خاصها البنات ضروري ضروري اما تبات ولا لا خدمتوها في الصباح يعني ما تطيبوها حتى العشيه. الا كنتو مزروبين بحلويات اللوز الكعبه ولا اي شكل من حلويات اللوز اوموا خليهم ساعتين كينشفوا. الا دخلتيهم داك الساعه يطيبوا راه غادي ما غاديش تجيكم الحلوه زوينه وغادي تفرقع عليكم. دونك خليو الحلوه حلويات اللوز كلها تبات ولا تنشف مزيان. صافي دست هنايا كنثقب هنايا الكعبه كامله كندير لها ثلاثه تقيبات من التحت وعاوتاني في الوسط هي كنثقبها. بالنسبه هنايا باش غادي ندهنها خديت هنايا بياض بيضه مع معلقه صغيره ديال الزيت مع معلقه صغيره ديال السكر كلاصي مع معلقه صغيره ديال الزهر وخلطتهم هنايا مزيان 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 ودوزت كندهن بهم الكعبه. في هذه الوقيته هذه راه كان عندي الفران سخون راه طلعت الفران انا والمزابي ما طلعنا حتى شاد علينا الله. هنا راه ليبره باش تقبت الكعبه هذوك الفليلات هذوك راه رانا حرقتها فوق البوطه يعني هكا باش كتعقمها ضروري اللي برا حرقوا لها الراس ديالها باش 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 تقبوا بها هكاك الكعبه ولا جميع حلويات اللوز ضروري خاصهم يتقبوا باش داك اللوز ما كيتنفخش لينا وما كيتفرقعش لينا كيف ما كنقولوا. صافي غادي ندوز نطيبها ونرجع معاكم ان شاء الله. هنا صافي مباشره من بعد ما خشيت هنايا اللاطه ديال الكعبه كطيب دوزت هنايا كنحضر هنايا في البريوات. هنا كنت خدمت معكم هنايا خدمت واحد الكميه كثيره بديت هنايا خدامه. صافي كناخذ هنا هذه الورقه هذه كناخذها من سوبوري البنات راها زوينه زوينه هذه الورقه يعني ما كتحل ما حتى شي حاجه. نتوما تشوفوني ملي كنكون كنقلي في البريوات ما كيتحلوا ما حتى شي حاجه جاوا البريوات شنقول لكم اكثر 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 من رائعين. هنا الورقه كنخرج منها اربعه ديال البريوات كل ورقه كنخرج منها اربعه ديال البريوات كنحيد هذوك الزوائد اللي كيكونوا في الجناب وكناخذ غير داك الاربعه الورقات كنقطعهم اشريطه اللي كيكونوا الوسط. بطبيعه الحال تبارك الله العيالات المغربيات العربيات كلكم راكم حادقات تبارك الله عليكم راه البنات كلشي كيعرفوا كيفاش يلولوا البريوات يعني من اللي من الشمال من الشمال اليمن. وزير يا البنات زير ويداكم لما زيرتيش يدك حيت كاينين شي حلويات كيقول لك لا العقده البريوات ما تزيرهمش الا تزيرتيهم كيتفرقع اللوز. انا كنزير هنايا البريوه وانا غادي نقليها حداكم وغادي تشوفوها واش كتفرقع شي وحده ولا كتخسر شي وحده. ابدا 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 كيجيو البريوات من داكشي الرفيع. التزيين ديالهم انتم غادي تشوفوني ما شاركش معكم التزيين ولكن راه ساهل يعني من بعد كيتعسلوا راكم كديروهم غير في سنجلان داك الرويصات ديالهم. هنا باش كنلصق كنلصق هنايا البنات بالطحين كنلصق بالطحين كتجي التعليكه كي ما الطحين ما كي ما كيحلهمش هذه اول حاجه. وكاين اللي كيلصق بالبيض ولكن كل كتبقى اراء او كتبقى كل واحد فاش كيرتاح وفاش معود. فحال دابا انا مولفه هنايا كنسد بالطحين يعني كتجيني الخدمه ديالي ساهله. هذا نص كيلو الثاني نص كيلو الاول راه درت به الكعبه وهذا نص كيلو الثاني انا درت به البريوات. صافي خفن زربن وغادي ندوزو نقليهم ان شاء الله. هنا البنات صافي دست هنايا كنقلي في البريوات ديالي انا كنحمر فيهم. نتوما البنات يعني كتلعبي بهم كيف ما بغيتي راهم ما كيطرطقوم حتى شي حاجه. واخا كنزير هكاك على الحشوه راه ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. هنايا العسيله اللي كنت طيبت درتها دابا هنايا ها الكوكوت اللي كنت طيبت فيها العسيله هنايا درتها هنا في البانيو حيت انا البريوات ديالي كنبيتهم البنات في العسل. دابا انا هنا الليل كنقلي دابا في البريوات باش يباتوا ليا في العسل ان شاء الله. هكا ملي كيباتوا في العسل كيزيدوا كيتشربوا حتى داك العقده كتزيد كتعلق لينا اكثر ما هي كتكون صراحه مع الليل كتجي رائعه. ها نتوما البريوات هادي هي الورقه ديال سيبيو غانبنا ديما كتسولوني الورقه منين كتاخديها واخا كنبقى نقولها لكم في كومونتير كنقولها لكم في الفيديو في لي كومونتير كيجوني كاوتاش من المكازا بحال الزبده. راه قلت لكم رانا خديتها من سيبيو هي والطحين. صافي هنايا كنخليهم حتى كيتذهب اللون ديالهم ولا هادي باقا بيضه شويه يتذهب اللونين ديالهم وغادي نطفيهم هنايا في العسل كيفما قلت لكم. العسيله غادي يباتوا فيها ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله نستقطرهم وعاد ندوز نقاديهم بالزنجبان ونستفهم في كويختات باش هكا حتى هما كنكون هانيه منهم. بالنسبه للكعبه انا اللي كنت كنصور لكم الراس البوطه بالنسبه للكعبه وزاد صافي حتى هي طيبه تبقى شاعل فينيسيون ديال الزواق ديالها ان شاء الله. دابا نشارك معكم هنا
هنا الكبيدات ديالي صافي كملت هنايا الحلويات ديال الحلويات ديالي غادي نوري لكم الكعبه من بعد ما طيبتها 10 ديال الدقائق هكاك يعني على عافيه مهيله كيتبدا اللون ديالها شويه كيتحمر من تحت كنهبطوها من با 5 دقائق لتحت صافي كنخرجها انا نوريكم كي درت لها الفينيسيون. بالنسبه للبريوات راكم شوفوا معايا بيتهم في العسل عسلتهم بيتهم في العسل والصباح درتهم يستقطروا وزينتهم هكا كيحمقني انا هاد الزين هكا البريوات هكا بزنجلان. الا بغيتو شوفوا الطياب بعدا كيفاش داير ديال البريوات صراحه واعر واعر عطينا الصحه يا اختي قولي راه داز من هنا شاكر راسو راه داز من هنا كما قلت لكم باتوا في العسل ودرت لهم هنايا زنجلان. الا بغيتو ما ديروش زنجلان ديروا اللوز مهرمش وتديروه من الفوق ولا قدموهم كما بغيتو انا كنعطيكم افكار وانتم كل سيده تقدم الحلوه ديالها كيف ما بغات درتهم هنا في البريوات في البريوات درتهم هنايا في الكويرتات. بالنسبه لكعب غزال فضلت انني نزينها هكا كتجي صراحه كتجي بريستيج كتجي رائعه هكا كتجي فنه فنه فنه. خديت لها النص ديالها انتوما ودرت له هنايا شويه ديال اللوز مهرمش اللي هرمشتو فسختو وهرمشتو وخليته هنا داك اللوين صفيفر الذهب ايوا ودهنت هنايا النص ديالها بالناباج هنايا غير التحميره ديال بياض البيض وي ماما قلتي توت سويت كما قلت لكم هنايا هانتوما شوفوا كي كتجي وزينتها على هذا الشكل هذا. هنا غادي ندير بلاطوات ان شاء الله وغادي نوريكم نشارك معكم نكمل الباقي اللي باقي بزاف انا ديال الشكل تقريبا 5 الشكل خاصني نقادهم ايوا وغادي نبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. هنايا كنت باغا نقدمهم هنا في الطباسلة عاوتاني قلت صافي غادي ندير بلاطوات ديال هذا بلاطوات ديال الحلوى هكا كنستف في الحلوى ونقدها باقا كنتشاور ولا في الطباسل ولا البلاطوات خليو لي كومونتيرات عافاك واش ندير الطباسل ديال الحلويات هكا نقدمهم نفرق هكا ندور على الناس بهذا الشيء هكا اولا ديال بلاطوات و10 10 الحبات من جي يعني كل شكل كتنزلي منه 10 الحبات. المهم ترجعوا عليا في الكومونتيرات هذا هو الشكل ديال الكعبه ديالي كتجي رائعه رائعه. انتم عارفين شحال كان عندي ديال الكوموند على الكعبه وعلى الفقاس على البهله يعني كان عندي حيت كتجي صراحه لا باتو واعره العقده كتجي معلكه ديجا عاوتاني جابده هنايا عقده واحده اخرى اللي غادي نقاد بها شكالات ديال اللوز باقي لي جوج شكالات ديال اللوز من غير هادو. المهم الكويدات ديالي نتمنى نكون انني كنفيدكم هكاك في الحلويات كنعطيكم اقتراحات بالنسبه للعرات بالنسبه للسباوع بالنسبه تكون عندك اي مناسبه اختي دخلي عند كاوتر شانيل اختي وديري داك الوصفات راهم واعرين واعرين. المهم الكويدات ما تنساوناش من اللايكات ديالكم كومونتيرات البارطاج بغيت نقول لكم السلام عليكم طبيعه الحال نتلاقاو باقي بزاف ديال الشكالات ديال الحلويات اللي غادي نحضر معكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.